السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم، وأنا أشكر مختار الشرفي والأستاذة أمل، وأنا أشكر كل الصحفيين وأشكركم أنتم. فأنا صح أنني هربت من أهلي، صح أني ما عاد أعيش عندهم، خلاص أنا أعيش عند عمي. إيش براءة الطفولة؟ إيش بذنب الأطفال من تتزوجوهم كذا؟ يعني مثلا أنا بحلم شغلتي صح، بس بعض الأطفال براءتهم ما يحلوش مشكلتهم، يمكن يموتوا، يمكن ينتحروا، يمكن يفعلوا اللي براسهم، لأنهم أطفال ما يدروش بحاجة، يعني عندهم ما تعلموش ولا درسوا ولا حاجة. يعني إيش ذنبنا إحنا؟ مش الوحيدة أنا، يمكن كل الأطفال، في ناس كثير، بعض الأطفال يعني دبزوا بنفسهم في البحر ما عباغي. يعني إيش البراءة هذه؟ هذه ما إيش براءة. صح انني انا هربت من عند امي، عمي ما كانش موجود، فاني اتصلت لعبد الجبار يجيبني، وعبد الجبار جاب لي بنت وسافرت انا اياها للحديده، وعمي لما عرف بالموضوع اجاني، وكمان امي تشد بلغت علينا الشرطه، انا عمري 11 سنه وتشد تزوجني. يعني ما فيش حياه، ما فيش تعليم، ما فيش قوه، ما فيش بين قلبهم رحمه. ايش هذه التربيه معاهم؟ الموت ارحمني، انني اموت ولا ابقى. انا افضل ان اكون عند عمي ولا افضل عندهم. يقتلوني، يهددوني، يغلوني، اذا رحت عند عمك بنقتلك. يعني ايش هذا؟ ايش تهدد؟ تهددوا الاطفال، يرضيكم زيي انا كذا؟ ها يزوجوني يرضيكم؟ وكمان انا عادي القتل عندي عادي، ولا اعيش عندهم ولا اعيش عندهم. قتلوا احلامنا، قتلوا كل شيء اللي فينا، يعني ما باقي. هذه ما هي شعار تربيه، هذه قدرناها اجرام. خالتي وهي خالتي عمرها 13 سنه فعلت سنه مع زوجها وقبت الغاز وتروشت به وماتت. يعني كان يشل الحدايد والحدايد ويسكر وبينه مرض وبين كل شيء. يعني يرضيكم انه يعني تزوج؟ يرضيكم؟ يا أم اقنعي مني، يا أهلي اقنعوني، أنا ما اشتيكمش، خلاص دمرتوا أحلامي كلها، دمرتوها.